تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في الفتاوى والأحكام، وصاحب السؤال يقول: ما حكم الدين في من يهاجر خارج بلاد المسلمين طلبا للرزق مع توفر مصادر الرزق والكسب الحلال داخل بلده؟ الجواب: الهجرة من مكان إلى مكان آخر من أجل الكسب الحلال لا مانع منها مطلقا، لأن الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قد هاجر المسلمون من جزيرة العرب وغيرها لنشر الإسلام وابتغاء الرزق في مناطق عديدة من العالم، ولا يزال المسلمون يهاجرون من أوطانهم إلى أوطان أخرى من أجل ذلك. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومعنى مراغما أي ملجأ ومتسعا. والشرط في هذه الهجرة أن يأمن المهاجر على عقيدته وشرفه، ويتمتع بحريته وكرامته في حدود الدين. هذا هو الشرط بالنسبة للهجرة من أرض إلى أرض طلبا للحلال، كما يهاجر كثير من الشباب مثلا إلى بلاد غير المسلمين. لكن المشكلة أن هذا الشرط مفقود، اللي هو الأمن على الدين. أولا الدين والعقيدة، الأمن على النفس هذا موجود، يعني ليس هناك قتل مثلا يحصل في هذه البلاد، وإنما المشكلة في الفتنة في الدين. ولذلك الشيخ قال: أما إذا خاف أن يفتن في دينه عقيدة وسلوكا حرم عليه أن يهاجر إلى هذا البلد أو يستقر فيه، وعليه أن يهاجر إلى بلد آخر يجد فيه الأمان. فإذا ضاقت به السبل عاد إلى وطنه قانعا بالرزق القليل ليحافظ على دينه. ومن الممكن جدا أن يخدم وطنه وأمته بوسائل كثيرة إذا فكر وقدر واكتشف واستفاد من خيرات الأرض التي لا ينضب معينها أبدا، فهي نعم المورد لكل من أقبل عليها بالفكر والعمل. فالوجود في البلاد غير الإسلامية مرهون بالأمن على الدين وعدم. قال المحققون من العلماء: إذا وجد المسلم أن وجوده في دار الكفر يفيد المسلمين الموجودين في دار الإسلام، أو المسلمين الموجودين في دار الكفر يعني الجاليات الإسلامية، بمثل تعليمهم وقضاء مصالحهم، أو يفيد الإسلام نفسه بنشر
مبادئه والرد على الشبه الموجهة إليه، كان وجوده في هذا المجتمع أفضل من تركه، ويتطلب ذلك أن يكون قوي الإيمان، قوي الشخصية والنفوذ، حتى يمكنه أن يقوم بهذه المهمة. هذا تفصيل جيد في المسألة من فضيلة الشيخ عطية يعني رحمه الله تعالى. لكن لو نظرت إلى الذين يهاجرون لطلب الرزق وجدتهم يفتنون في دينهم وسلوكهم، مجرد أن يصل هناك بينفرط منه عقد الإيمان، وتجده يعتنق أي ديانة أخرى غير دين الإسلام، كثير منهم، وإذا حافظ على الإسلام في قلبه لكن سلوكه يعني تجده منحرفا تماما عن الإسلام، يشرب الخمر ويزني ويرابي ويعمل في أعمال محرمة، يعني يبيع الخنزير، يشتغل في فنادق ويقدم الخمرة لغير المسلمين. هل الإسلام يعني أمرك بهذا؟ طبعا لا. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلهم في الأرض حلالا طيبا. لكن هذه الأعمال طبعا لا يصح أبدا أن يعمل فيها المسلم، يشتغل في فندق مثلا 5 نجوم يقدم الخمرة للنزلاء، هل هذا صح؟ أن المسلم يخدم غير المسلم، وهذه مهنة مهينة وفيها مزلة، وزيادة على ذلك يقدم له المحرم في الشريعة وهو الخمر، وقد يحرسه وهو يزني والعياذ بالله. هذا كله طبعا لا يصح من المسلم إطلاقا أن يعمل في مثل هذا العمل، ولا أن يبقى في مثل هذه الديار، لأنه سيفقد خلقه وقد يفقد دينه بعد ذلك، وهذا ما يحصل. لأن المشكلة أن الذاهب هناك عديم الثقافة، بالنسبة للثقافة الإسلامية والدين عديم، لا يعرف شيء، ومجرد ذاهب إلى هناك ليأتي بحفنة دولارات، يعني ذاهب للأموال، لكن بريق طبعا الحضارة هناك ينسيه الله والدار الآخرة والعزم. هذا هو الذي يحصل. ثم بعد ذلك يرسل بالأسئلة ويقول: ما حكم التعامل مع البنوك مثلا التي تتعامل بالربا، ولا وسيلة لنا في المعاملة إلا هذه البنوك التي تتعامل بالربا هناك، ما حكم الذي يبيع الخمر أو يبيع لحم الخنزير؟ كل هذه أعمال محرمة. يعني نفصل لك فقه مثلا خاص بك، زي ما قال فضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، قال نعمل فقه الأقليات غير فقه الأكثريات. إيه فقه الأقليات يعني؟ الإسلام لا يتجزأ، وحكم الإسلام واحد على الأكثرية والأقلية، على المقيم في بلده والمقيم في غير بلده. الشرط أنك إذا هاجرت لا تفقد دينك وسلوكك وخلقك، إذا لم تقدر على تطبيق الشريعة على نفسك وأهلك ومالك فارجع إلى بلدك. هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ليه؟ لأنه سوف يفقد دينه عن قليل، عن قريب والعزم. وهذا هو المشاهد،
والذين ذهبوا إلى هناك يعني أخبرونا. واحد ثقة قال لي كنا 14 واحد ذهبنا إلى مكان في الاتحاد السوفيتي من كلية العلوم هنا. قال ساعة وصلنا هناك اثنين اللي استمسكوا بالدين وكانوا يصلوا ويصوموا، والاثناشر فقدوا كل شيء، اندمجوا مع الجو الأوروبي فصاروا أوروبيين صرفا، وكأنهم لا يعرفون عن الإسلام وبلاده شيئا. أول القصيدة كفر. أول ما وصل خلاص الهيومة الجنة فيها إيه؟ فيها إيه أحسن من كده؟ ودخل في الملذات والشهوات ونسي أنه مسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي أنه محكوم بالإسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، دخل عاد في سبل الشيطان يمين وشمال يمين وشمال، خلاص هو دخلته ايه؟ ما عندوش حدود يقف عنده، خلاص فقد كل شيء. ولذلك العلماء يعني كانوا ينصحون اي مسلم الا يذهب الى هناك، وان ذهب ووجد نفسه ضعيفا فليرجع فورا. ليه؟ لأنه لو فقد دينه فلا عوض لكل شيء، إذا فرقته عوض، وما لله إن فرقت من عوض، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ما دام الدين انكسر خلاص انتهى أمره. ليه؟ لأن الإيمان عرى موجودة في القلب، يتحل منك عروة لما تلاقي نفسك ايه ما فيكش حاجة تحن للإسلام، حتى لما تحب ترجع تاني ما تعرفش ترجع خلاص، والعياذ بالله. زي الأسد لما يمسك فريسة يفضل وراها لغاية ما يخلص. يعني الذي يبقى في بلده ويبيع الليمون والخضار والجرجير والفلفل أحسن من الذي يأتي بالملايين وقد فقد إيه؟ دينه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في غرفتهم. المسلمون الأوائل رضي الله عنهم الصحابة هاجروا إلى بلاد خراسان وفتحوها بأخلاقهم، أدخلوا فيها الإسلام ليس بكلامهم إنما بأخلاقهم. هناك في البلاد، بلاد ما وراء النهر، يعني هاجر المسلمون لتجاراتهم ونشروا فيها الإسلام. تلاقي هناك الواحد مدفون هناك من الصحابة يقول لك هذا الصحابي الجليل، هذا قبر الصحابي الجليل، وفد إلى هذه الأرض سنة كذا ومكث فيها كذا وكذا ومات سنة كذا وكذا. يعني فتحوا البلاد بأخلاقهم لأنهم قدوة حسنة. لكن الآن الذي يهاجر إلى بلاد أوروبا يفقد نفسه وشخصيته ودينه ويرجع إلى بلاد المسلمين بلا شيء، هل هذا صح؟ شوف الفرق. أنت ممكن تقول له أنت رايح ليه؟ يقول لك ما الصحابة هاجروا. طب هاجروا لكن أثروا في غيرهم، لكن أنت ضعيف، أنت يؤثر فيك،
مش تؤثر أنت، أنت يؤثر فيك ضعيف لأنك ضعيف. يعني بريق الدينار والدرهم ينسيك الله والدار الآخرة، قال سيدنا عيسى عليه السلام بريق الدينار والدرهم ينسي الله والدار الآخرة. هو أول ما يروح هناك بريق الحضارة الأوروبية بيخليه ينسى أنه مسلم وأنه جاء من بلاد الإسلام، يندمج ويصير واحدا منه. ده مجرد وصول هناك، مجرد وصول. أما الذي يؤثر هناك لا شك أن وجوده واجب. يعني ذهب يعني بعض العلماء هناك وتعلم لغتهم وكان يحاضر فيهم، فكانوا يسلمون على يديه. شوف هنا عدي هو المؤثر، هو كفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز رضي الله عنه، كان يتقن الفرنسية والإنجليزية كإتقان اللغة العربية تماما. فكان حينما يعني يلقي محاضرة في أن القرآن منزل من عند الله، كان يسلم في هذه المحاضرة مئات وآلاف. مكث هناك في جامعة السربون وحصل على الدكتوراه من هناك وأسلم على يديه خلق كثير، وكتبه تترجم إلى اللغات وتنشر ويسلم بسببها أناس كثيرون. انظر يعني مثل هذا الرجل يجب عليه أن يهاجر ويجب عليه أن يمكث في وسط هؤلاء القوم ليفهمهم الإسلام، لأنه ذو حصانة، ذو حصانة لا شيء يؤثر فيه، لأنه يعلم أن ما هم عليه باطل من الباطل ووهم من الوهم، ويستطيع أن يقنعهم هو بالحق الذي هو عليه. لكن واحد ضعيف مرجرج عم يشاور نفسه يروح يعمل هناك يغسل أطباق أو يغب بواب على باب فندق أو يقطع ورق في الكشك للي داخل واللي طالع أو يلم سلات الزبالة وينزلها تحت، مسلم يخدم الكفار والعياذ بالله ويلم عفنهم، كيف يعني؟ ربنا يقول وأنا جاي على الله للكافرين على المؤمنين سبيل. ما ينفعش، ما ينفعش الإنسان المسلم الشاب المثقف يعمل خادما لمن لا دين لهم أصلا ولا يعرفون ربا، يخدم أشر من البهائم، كيف هذا؟ من أجل رواتب مغرية. ولذلك هم يفتحون باب الهجرة إليهم حتى للمتعلمين الذين يريدون أن يحصلوا على الماجستير والدكتوراه هناك، لكن أول شرط عندهم عدم صحبة الزوجة، عدم صحبة الزوجة، لأن عارفين اللي يصحب زوجته بيتحصن من الوقوع في الزنا بالنسبة له، لكن هم لا. من أول ما يوصل هناك عايز يتعلم اللغة، كيف يتعلم اللغة؟ يقولون له اصحب فتاة من الفتيات حتى تعلمك اللغة. خلاص مدام صاحب فتاة تعلمه اللغة فقد شرفه وفقد دينه واستحل الزنا والعياذ بالله. لذلك واحد أنا أعرفه شخصيا يعني قال لهم لابد أن أصحب زوجتي، قالوا له لا، قال إذن فالله غني عنه، ورجع وحصل على الدكتوراه منها. قال أنا أقعد 10 سنين هنا ولا أخدش الدكتوراه هنا في سنة أو اثنين ولا ثلاثة عندكم وأفقد شرفي وديني، لا أنا أقعد هنا بال20 سنة وأخذ دكتوراه على مهلي.
لأن هؤلاء القوم كما يعني تحدثنا كثيرا كما وصفهم الله وعرفنا بهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هكذا وصفهم الله. يبقى ليه الإنسان يقترب منهم؟ لا، الهجرة إلى هناك لا تصح، لا من قريب ولا من بعيد. ليه؟ للضعف، لضعف المهاجر الذي سيذهب إلى هناك، ضعيف يؤثر فيه ولا يؤثر، يبقى كيف يذهب؟ كيف يفتى له بأنه يهاجر لأجل العلم أو لأجل الرزق؟ لا يصح. وعلى أي حال ما رضيش بالفتوى يروح يجرب، بس دي تجربة العمر، هيضيع الدنيا والآخر، تصيبه فتنة ينقلب على وجهه فيخسر الدنيا إيه؟ والآخر. هذه القضية. السؤال الذي بعده يقول صاحبه: ما حكم الدين في بناء بيوت العبادة لغير المسلمين في بلاد الإسلام؟ يعني بناء البيع والصلوات، يعني بيوت اليهود والنصارى، البيعة هي الكنيسة، بيت إيه؟ بيت العبادة للنصارى، والصلوات اللي هي إيه؟ بيوت العبادة لليهود. الجواب: روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. قال الشوكاني في نيل الأوطار: سكت عنه أبو داود ورجال إسناده موثقون. وقال المنذري أخرجه الترمذي وذكر أنه مرسل لكن له شواهد كثيرة. قال صاحب المنتقى بعد إيراد هذا الحديث: وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة. يعني هذا الحديث: لا تصلح قبلتان في أرض، يعني قبلة للمسلمين وقبلة لغير المسلمين، لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية، يعني من أسلم سقطت عنه الجزية من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة. البيعة اللي هي إيه؟ بيت النصارى، بيت اليهود، بيت العبادة لليهود وقالوا له إيه؟ بيعة. والصلوات اللي هي الكنيسة، بيت العبادة للنصارى. وروى ابن عدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. وروى البيهقي عن ابن عباس قال: كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة
ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. ده موقوف على سيدنا عبد الله بن عباس هذا الحديث يعني، بس بسند ضعيف، لكن مأخوذ به فقها، يعني العلماء الفقهاء اعتمدوا عليه وأخذوا منه الفقه. يعني كل مصر، كل بلد أحدثه المسلمون، مصره يعني أحدثه المسلمون واختطوه، اختطوه يعني، لا تبنى فيه بيعة. البيعة زي ما قلنا احنا ايه، بيت العبادة لليهود، والكنيسة بيت العبادة للنصارى. ولا يضرب فيه ناقوس يعني جهرا، انما يضرب ايه سرا داخل ايه بيته. ولا يباع فيه لحم خنزير اي جهرة. واخرج البيهقي قال كتب الينا عمر ادبوا الخيل، يعني علموه ادبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير. دي احكام شرعيه طبعا، كلام سيدنا عمر رضي الله عنه. جاء في كتاب الاقناع للخطيب الشافعي وحاشية عوض عليه في فقه الشافعية أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بلد أحدثناه كبغداد والقاهرة. المسمى بمصر الآن يعني القاهرة، يعني من المدن التي أحدثها المسلمون واختطها، هي قاهرة المعز. أو أسلم أهله عليه كالمدينة المشرفة واليمن، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة في الإسلام. لا تبنى كنيسة يعني في أرض الإسلام، لا تبنى كنيسة في أرض الإسلام. ده نص الفقه الشافعي، يعني لا يحدثون كنيسة ولا بيعة، يعني لا يبنون كنيسة جديدة ولا بيعة ولا صومعة للرهبان. في بلد أحدثناه يعني المسلمين، وضرب مثل ببغداد لأنها لم تكن، وكذلك القاهرة أو المدينة المنورة حيث أسلم أهله إيه؟ يعني حينما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أهلها، واليمن كذلك. بل ولأن إحداث ذلك معصية، يعني إحداث هذه الديار التي يعبد فيها غير الله معصية، فلا يجوز في دار الإسلام. يعني لا هم يبنوا حاجة جديدة، ولا يجوز لأحد أن يشارك معهم في أي شيء، لأن بعض الصناع المسلمين أو المحترفين البنا والنقاش الكهربائي والسباك، يعني كل من يعمل في مهنة لا يجوز له أن يعمل في شيء من هذه الأشياء، لا كنيسة ولا بيع. في ناس بتسأل لا يصح لهم هذا، والنجار واللي بيفرش المكت المبلط اللي بيعمل النجف، نقاش الزيت بتاع الزجاج، الحداد، اي عمل، السباك،
لا يجوز. قال فإن بنوا ذلك هدم، فإن بنوا هم ذلك هدم، سواء شرط عليهم أم لا، يعني سواء شرط عليهم البناء أو لا، أو عدم البناء أو لا. ولا يحدثون ذلك في بلد أو في بلد فتحت عنوة كمصر، وهي مصر القديمة التي فتحت عنوة، وأصبهان، لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة. وكما لا يجوز إحداثها، يعني الكنيسة لا تجوز إعادتها إذا انهدمت، يعني القديمة وانهدمت لا تجدد، بل ولا يقرون على كنيسة كانت فيهم، أي فيما فتح عنوة، يعني الذي فتح بالغزو بالقهر والغلبة حتى الموجود فيها يزال. قال لما مر؟ قال لأنها معصية. ولو فتحنا البلد صلحا، يعني المسلمين، ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا أي للمسلمين، وشرط إسكانهم فيها بخراج، يعني يدفعون الخراج وهو العشر، أو إبقاء الكنائس أو إحداثها، جاز، لأنه جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى. بقية كلام الخطيب في فقه الشافعي، يعني البلد التي تفتح صلحا بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها على أن يؤدوا الخراج أو إبقاء، شرط إبقاء الكنائس أيضا أو إحداث كنائس، جائز. يعني فرق بين الذي يفتح قهرا وعنوة وغلبة، دول طبعا ليس لهم إبقاء القديم ولا إحداث الجديد ولا ترميم القديم إن وقع. أما الذي يفتح صلحا يجوز طبعا الإبقاء على ما هم عليه. قال فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه، فالأصح المنع من إبقائها، يعني إبقاء الكنائس إذا كان بشرط، أما إذا لم يكن هناك شرط فلا إبقاء. قال فيهدم ما فيها من الكنائس، لأن إطلاق اللفظ يقتضي سيرورة جميع البلد لنا، يقتضي سيرورة جميع البلد لنا، يعني دي اللي فتحت صلح بدون شروط يبقى خلاص كل ما في البلد للمسلمين، أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها أو خراجها قررت كنائسه. يعني إذا قلنا إن الأرض للمسلمين وهم يؤدون الخراج العشر عليهم قررت كنائسهم، تبقى الكنائس لأنهم ملكوها ولهم الإحداث في الأصح، لهم أن يحدثوا في البلاد التي فتحت صلحا. ده بالنسبة للفقه الشافعي. وجاء في تفسير القرطبي
هو مالكي المذهب في المسألة الخامسة. قال ابن خويزمنداد من المالكية: تضمنت هذه الآية، وهي آية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة، المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم. بيت النار ده للمجوس، بيت النار للمجوس، والبيعة لليهود، والصلوات اللي هي الكنائس عشان تفهم ألفاظ القرآن يعني، والمساجد للمسلمين. فهذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، المنع تضمنت المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم. قال ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ده في الفقه الملكي، يعني الموجود يقرون عليه لكن ما يعملش إيه حاجة جديدة. ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، يعني لا يتوسعون ولا يرفعون، يعني على ما هي عليه. ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، المسلمون لا يشاركونهم، يعني لا يدخلون هذه الأماكن ولا يصلون فيها. ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، لو في زيادة تنقض، اتساع أو ارتفاع. قالوا وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. بلاد الحرب يعني التي استولى عليها المسلمون بالحرب، ينقض ما فيها من الايه، من بيوت غير المسلمين، بيوت العباد بالذات. بعدين بيقول ايه، وانما لم ينقض ما في بلاد الاسلام لاهل الذمه، يعني من البيع والكنائس، لانها جرت مجرى بيوتهم واموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانه، يعني بيجوا اهل عهد واهل ذمه. فبيوت العباده اقرت لانها بمنزله بيوتهم واموالهم، فدخلت في ايه، في عقد العهد والذمه، يبقى لابد من ايه، من اقرارهم عليها. بس قال ايه، ولا يجوز ان يمكنوا من الزياده، لا يجوز ان يمكنوا من الزياده لان في ذلك اظهار اسباب الكفر. يعني المسلمون دخلوا هذه البلاد، البلاد التي فتحت عنوة عن طريق الغلبة والسيطرة والحرب دي، يقرون على ما ايه، على ما هم عليه لنا المالكية خلاص، بس ما يمكنش من احداث شيء جديد، لا عن طريق الاتساع ولا بارتفاع، وان فعلوا شيئا من ذلك نقض. كل ده مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام، أي في أرض الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها. فإذا منع التجديد، تجديد الخرب، يبقى من باب أولى الاتساع والارتفاع. يعني إذا هدم شيء منها لا يقام مرة أخرى. ده كلام المالكي. جاء في كتاب المغني للشيخ ابن قدامة الحنبلي في أقسام أنصار المسلمين،
الثلاثة. بيقول يعني بلاد المسلمين، أحدها ما مصره المسلمون، يعني اختطه المسلمون لأنفسهم بعد أن لم يكن، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط. بيضرب أمثلة لما إيه يعني بناه المسلمون وأحدثوه من البلاد. أيوة نعم. فلا يجوز فيه طبعا إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، يعني إن رضوا أن يقيموا بين أظهر المسلمين يقيموا في بيوتهم، لكن بيوت للعبادة ممنوعة طبعا. ولا يجوز صلحهم على ذلك، لأن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة في الإسلام أي في أرض الإسلام، يبقى ممنوع. خصوصا أن هذه بلاد مسلمة اختطها المسلمون وبنوها وسكنوا فيها، يبقى من يأتي بعد ذلك فهو إيه يعني يرضى بحكم المسلمين إن أراد أن يقيم إيه بينهم. قال إيه ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. ليس للعجم يعني غير الايه غير العرب. أيما مصر مصرته العرب، ويقصد المسلمين يعني، فليس للعجم لما غير العرب أن يبنوا فيه بيعة هي بيت العبادة للإيه؟ لليهود، ولا يضربوا فيه ناقوسا يعني يبنوا كنيسة ويضربوا ناقوس اللي هو النصارى، ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزير. وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد، فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه، لما فتحها المسلمون أقروها إيه على ما كانت عليه. ده طبعا القسم الأول اللي هو إيه يعني اختطه المسلمون وبنوه من البلاد، فلا يجوز لأحد من أهل الذمة أن يحدث فيه شيئا. القسم الثاني ما فتحه المسلمون عنوة يعني قهرا وغلبة، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان، يعني من الكنائس والبيع وبيوت النار. أحدهما الموجود يعني في البلاد التي فتحت عنوة، أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته، يعني في البلاد التي فتحت عنوة يجب هدم، في قول بيقول يجب هدم ما فيها من كنائس وبيع وبيوت نار وتحرم ايه تبقيته. القول الثاني يجوز أن يبقى على ما هو عليه من غير يعني توسعة اتساعا وارتفاعا، يعني من غير إضافة شيء عليه ولا ترميم ما وهى منه.
لأن حديث ابن عباس يقول أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا فإن للعجم ما في عهدهم، فإن للعجم ما في عهدهم، يعني يقرون على ما هم فيه وعلى ما هم عليه ويبقوا أهل إيه؟ ذمة، يقيمون بين إيه؟ المسلمين. ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس، الصحابة كانوا يدخلون البلاد ويفتحونها يعني بالجيوش الإسلامية ولكن لم يهدموا إيه؟ شيئا من الكنائس والبيع. ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة، ومعلوم أنها ما أحدثت إنما هي بلاد مولودة وفتحوها هم، فيلزم أن تكون موجودة قبل الإيه؟ قبل الدخول، قبل دخول الصحابة، فأبقيت على ما هي عليه. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع من الصحابة يعني قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير، يعني دخلها الصحابة ووجدوا فيها بيعا وكنائس وبيوت نار ولكن لم يهدموا إيه؟ شيئا من ذلك، يعني فتحوها عنوة وأقروا غير المسلمين على ما هم فيه وعلى ما هم عليه من الدين والبيوت التي يعني يتعبدون فيها لغير الله والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإمام المسلم. النوع الثالث احنا قلنا نوع احدثه المسلمون ونوع فتح ايه؟ عنوة قهرا وغلبة بالاستيلاء. الثالث ما فتح صلحا، ما فتح صلحا، وهو نوعان، البلاد التي فتحت صلحا نوعان، أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار يعني الأرض لهم. الثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معه من إحداث ذلك وعمارته، يعني إحداث ما لم يكن وعمارة الخراب الذي يخرب، يعني لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، فطبعا شروط الصلح لابد أن يوفي بها المسلم. فإذا قلنا إن الأرض لكم وتؤدون الخراج العشر ماشي، الأرض لنا وتؤدون أنتم الجزية، الجزية اللي هي 4 دنانير على كل يعني إيه مقتدر منهم كل واحد، يعني الخراج غير الخراج على الأرض، الخراج يؤدون العشر على ما يخرج من الأرض ده الخراج، والجزية دي على الرأس 4 دنانير كل سنة على الرأس، ده على أن الأرض لهم ويؤدون الجزية على الأفراد، أو الأرض لنا ويؤدون إيه؟ الخراج.
الأرض لهم ولنا الخراج، أو الأرض لهم ويدون إيه الجزية. لأن لما تبقى الأرض لهم طبعا هيزرعوها ويؤدوا إيه الخراج، لما تبقى الأرض لينا يبقى إحنا اللي هنزرعها وهم يؤدون إيه الجزية لنا. فالحكم طبعا بالنسبة عدل بيوت العبادة على ما يقع عليه الصلح، على حسب الاتفاق من إحداث ذلك وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، اللي هي إيه بيوت العبادة، هذه معنى بعض البلد، يعني بعض الأرض هتبقى لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا، يعني تبع الأرض. والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه الفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب، ولا صومعة راهب ولا قلاية، قلاية يمكن هي بيت النار للمجوس يعني، يعني ده الأولى أن يصالحهم على إيه بالنسبة للبيع والكنائس على شرط سيدنا عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس، يعني شرط عليهم ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا إيه ولا بيت النار. ليه؟ لأنهم يحبون حينما ينزلون بلدا من البلاد يحبون أن يكثروا من البيع والكنائس حتى يصبغوا البلد بصبغته حتى وإن كانوا إيه قلة. عشان كده شوف سيدنا عمر يعني صلاحهم على إيه، ألا يحدثوا شيئا جديدا. قال وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، يعني بشروط نفس التي أخذها عليه. قال فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها، وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها من الصحابة يعني ومن بعدهم، وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجوز هدمها. يعني لما نقول في إقرار على وجودها يبقى لا يجوز أن تهدم. ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها، يعني الترميم ما وهى منها، لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها فجرى مجرى هدمها، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها. يعني الترميم جائز لكن الإحداث من الأصل لا، يعني لو وقعت وتساوت بالأرض يبقى ده ياخد حكم الإحداث، لكن إبقاء البناء أو ترميم ما ضعف منها ده جائز، لكن إذا وقعت من أصلها لا يجوز إقامتها. قال وهو قول بعض أصحاب الشافعي وعن أحمد أنه يجوز، يعني هدم إيه يعني يجوز بناء من هدم من أصله،
يعني قول ثانيا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه بناء لما استهدن، بناء لما وقع يعني، فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها، ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامته، بناء القديم يعني، بناء القديم. وحمل الخلال قول أحمد لهم أن يبنوا من هدم منها، أي إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء من هدم على من هدمت كلها، فجمع بين الروايتين. يقول عن الإمام أحمد له روايتان، له روايتان، له رواية بيقول إنه يجوز بناء من هدم، له رواية بيقول من هدم كله لا يجوز إيه بناؤه. لكن كذا قول الجمهور يقول يعني إذا انهدمت من أصلها يجوز لهم بناؤها، لأنها تبقى داخلة في الصلح يعني، اللي هو إقرار الإيه الوجود، إقرار وجودها. وجاء في كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، ده طبعا كلام الحنفية ده، ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا. خلي بالك ده كده إجماع من إيه؟ من الأئمة الأربعة. لا تحدث كنيسة بيعة ولا كنيسة في دارنا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة. لا خصاء بالنسبة للذكور، لأن جماعة من الصحابة كانوا أرادوا الاختصاء وعدم الزواج يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه نهاهم عن ذلك، نهى عن الإيه الخصاء أو الاختصاء. لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة، يعني لا تحدث كنيسة في ديار الإسلام. والمراد بالنهي عن الكنيسة إحداثها، أي لا تحدث في دار الإسلام كنيسة في موضع لم تكن فيه. ويعاد المنهدم من الكنائس والبيع القديمة، ده برضو رأي إيه؟ يعني رأي المالكية برضو. لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين، ولا يقوم البناء دائما، فكان دليلا على جواز الإعادة. ولأن الإمام لما أقرهم عهد إليهم الإعادة، لأن الأبنية لا تبقى دائما، يعني مدام أقر البناء الأول يبقى البناء الثاني والثالث كلام، المعروف أنه إيه الأبنية لا تدوم، لابد أن تقع، ولا يمكنون من فعلها في موضع آخر. لكن لو هيبدل لا، ممنوع التبديل، إنما ممكن يبني إيه من هدم، لأنه إحداث في ذلك الموضع حقيقة. يعني ما يقولش هنبدل من حي كذا إلى حي كذا، لا، أنت ابني ما وقع بس، لكن تحدث بالتوسع تاني أو في مكان آخر هذا ممنوع. وهذا في الأمصار دون القرى، لأن الأمصار هي التي تقام فيها شعائر الإسلام. الأمصار اللي هي إيه؟ البلاد الكبيرة، نقول عليها إحنا المدن. فلا يعارض بإظهار ما يخالفه، ولهذا يمنعون من بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس خارج الكنيسة في الأمصار لما قلنا.
يعني عشان ما تعارضش شعائر الإسلام، حتى لا تعارض شعائر الإسلام. ولا يمنعون من ذلك في قرية لا تقام فيها الجمعة، يعني نقول إحنا العزلة، القرية التي لا تقام فيها الجمعة، اللي هي يعني زي ما تكلمنا امبارح اللي هي أقل من 40 بيت، نسميها إحنا العزلة، 5 بيوت 6 بيوت دي لا تقام فيها الجمعة. زمان كانوا يسموهم أهل الأعراب والبوادي، أهل الأعراب والبادية، دول لا تقام فيهم الجمعة. ده كلام مجمع عليه عند العلماء. رحل يعني زي الرحل، أو يعني لما يقول لا تسمى بلد، يقول لك دي عزبة فلان، أحيانا تبقى عزبة الواحد هو وأولاده أولاد عمه بس، محدش واصلين، فدول لا تقام فيهم جمعة. فهنا بيقول برضو إيه يعني الأماكن التي لا تقام فيها الجمعة لا ينطبق عليها هذا الحكم. اللي هو ايه؟ بيع الخمر والخنازير وضرب الناقوس، مش احداث كنيسة، لا، هي خلي بالك. قال حتى وان كان فيها عدد كثير لان شعائر الاسلام فيها غير ظاهرة. وقيل يمنعون في كل موضع لم تشع فيهم شعائرهم. يمنعون في كل موضع لم تشع فيه ايه؟ شعائره، لأن في القرى بعض الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها من شعائر الكفر. يعني دي العلة، العلة أن الأماكن التي فيها شعائر الإسلام ظاهرة يبقى لا يجوز للكفار أن يظهروا شعائرهم، اللي هي بيع الخمر، بيع الخنزير، ضرب الإيه؟ الناقوس. والمروي عن أبي حنيفة كان في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك كله ولا يدخلون فيها الخمر والخنازير. يعني المروي عن أبي حنيفة أنه كان إيه؟ يجيز لأهل قرى الكوفة يعني أن يبيعوا مع بعضهم الخمر والخنزير ويضربوا الناقوس، قال لأن أكثر أهلها أهل ذمة، يعني أكثر أهلها كفار. لما نقول يعني إيه المسلمون فيها قليلون ولا يظهر فيها شعائر الإسلام. وفي الهامش لشهاب الدين أحمد الشلبي قال في الفتاوى الصغرى: إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع، يعني بإجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة. يعني طبعا هذه كلها دي أحكام شرعية، ولكن حكام المسلمين لا يقفون عند هذه الأحكام، كما قال سيدي أحمد دردير في باب الجزية بعد أن قرر هذه الأحكام التي اتفق عليها العلماء، قال: وأما حكام مصر فلظلمهم وضعف دينهم رفعوهم وعلى المسلمين علوهم.
قال ويليت المسلمين عندهم يساونهم. نص على هذا الكلام الشيخ الدردين في باب الجسد. كل هذا طبعا مخالف للشريعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال الذي بعده يقول صاحبه: رجل له زوجتان رضعت، يقول رضعت السائل يعني رضعت من إحدى هاتين الزوجتين، من إحدى هاتين الزوجتين، فهل يصح لي أن أتزوج بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى التي لم أرضع منها؟ طبعا المعلوم أن الوالد أو أن الولد إذا رضع من امرأة في مدة الحولين 5 رضعات معلومات مشبعات صار على رأي الإمام الشافعي وهو المختار للفتوى أخا لكل أولاده، لكل أولاد هذه المرأة يعني ذكورا وإناثا، يستوي في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله ومن رضع بعده. يعني لو المرأة دي عندنا 10 ذكورا وإناثا فيهم أكبر منه وفيهم من رضع معه مثله وفيهم من هو أصغر، العشرة إخوته، فلا يصح أن يتزوج بنتا منهم لأنها أخته، سواء قبل كانت أكبر منه أو مثله أو أصغر. قال ولا من أخوات المرضع لأنهن خالات له، هي الأم يعني تعتبر أخواتها هي خالات الرضيع. وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم إخوته الذكور، يعني واحد رضع من أم 5 أولاد، واحدة رضعت من أم 5 أولاد، يبقى 5 أولاد لا يتزوجون هذه البنت، لا يجوز لهم لأنها أختهم، سواء اللي رضع معاها أو اللي رضع قبلها أو اللي رضع بعد. أصل بعض الناس يفهم يقول إيه ليه مش تحرم عليه اللي هو إيه رضع معاها؟ لا إزاي؟ ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فهم في الرضاع إخوة، البنت أخت لإيه للخمسة. ونعكسها لو ولد رضع من أم 5 بنات يبقى 5 بنات إخوة، يعني لا يجوز له أن يتزوج واحدة منهم، لا الكبيرة ولا اللي مثله ولا الأصغر منه. وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم إخوتها، وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخواله أخوالها يعني. والحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا؟ اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، فهو الذي تسبب في نزول لبنها الذي رضعه، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع، يستوي في ذلك أولاده
من الزوجة التي أرضعت الرضيع، وأولاده إيه؟ من الزوجة الأخرى التي لم يرضع منها. ليه؟ لأنه كما نقول هذه أمه من الرضاعة، نقول هذا أبوه من الرضاعة. يعني سواء الرجل ده لو متزوج زوجة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ومخلف أولاد وبنات من كل الأربعة، يبقى الذي يرضع من واحدة صار الجميع إخوة له، صار الجميع يعني أولاد الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني سواء رضع من الزوجة الأولى أو الرابعة فالكل إخوة له، الأولاد والبنات. خلاص، يعني لو هو مخلف من كل واحدة عشرة، يبقى الأربعين إخوة له، والأب يعتبر أب من الرضاعة. الأب أب من الرضاعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أفلح أخو أبي القعيس فاستترت منه ولم آذن له، فقال: أتستتري مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. أرضعت السيدة عائشة يعني امرأة أخي. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أبو القعيس، يعني حدث النبي عليه الصلاة، فقال: إنه عمك فليدخل عليك. يعني هو أخو الرجل الذي أرضعت امرأته السيدة عائشة، خلي بالك، فصار عما من الرضاعة للسيدة عائشة، لأن زوج المرضع يعتبر أبا من الرضاعة، يبقى إخوة الأب دول يعتبروا أعمام. أيوة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نقول أب من الرضاعة يبقى في عم من الرضاعة، وخال برضو يحرم من المحارم، يعني العم من الرضاعة محرم، والخال من الرضاعة يعد محرم، يعني ما يجوز الجواز منه. ولذلك لما هي أخبرت، لما الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن هو أبو القعيس ده، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فأقره على ما قال إنه عم السيدة عائشة من الرضاعة، يعني إنه عمك فليدخل عليه. يعني تمشيش خليك قاعد. نعم؟ خليك قاعد تمشيش. مش أجنب يعني، خليك قاعد. محرم خلاص. ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، سئل عن رجل له جاريتان. رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فهل يتزوجان؟ فقال: لا، اللقاح واحد. يعني هو له جاريتان، لما تقول يطأهم بمعنى أنهما كالزوجتين، يعني دي أملي ودي أملي. جارية أرضعت غلاما، والجارية الثانية أرضعت جارية أنثى، يعني فهل يتزوجان يعني الغلام والجارية؟ قال: لا،
اللقاح واحد، اللي هو الرجل يعني، الرجل رجل الجاريتين الأمتين يعني، فيعتبر أبو الغلام وأبو الجاري فلا يتزوجان لأنهما أخوان من الرضاع، لفتوى ابن عباس قال اللقاح واحد، اللقاح واحد. يقول الإمام النووي لم يخالف في هذه المسألة إلا أهل الظاهر وقليل، ودليلهم عقلي أكثر منه نقليا، فما احتجوا به ليس نصا طبعا في دعواهم أهل الظاهر يعني، لكن الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين طبعا كانوا يفتون بالتحريم، بالتحريم. وتفريعا على رأي الجمهور في ترتيب التحريم على لبن الفحل، يسموها مسألة لبن الفحل. طبعا الفحل ليس له لبن، وإنما هو سبب في نزول اللبن، سبب في نزول اللبن. نعم، سبب الحمل اللي هو سبب نزول، وهو زوج المرضعة. وقد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد، يبقى دول إخوة إيه؟ أخوان شقيقان، لأن الأم التي أرضعتهم واحدة والأب واحد، يعتبر إيه؟ زوج المرأة المرضع. وقد يكونان أخوين لأم، أخوين لأم إذا أرضعت أحدهما إيه؟ بعد ولادتها من زوج، ثم أرضعت الآخر بعد ولادتها من زوج آخر. يعني المرأة كانت تحت رجل، تحت علي، فأرضعت زيدا، ثم طلقت وتزوجت من رجل آخر من محمد مثلا، فأرضعت مثلا إيه؟ عمرا. يبقى زيد وعمر أخوان لأم من الرضاع، أخوان لأم من الرضاع، لكن الأب مختلف لأن هي كانت تحت علي ثم طلقت وصارت تحت إيه؟ محمد. أرضعت هنا زيد وهنا إيه؟ عمر. يبقى زيد وعمر دول أخوان لأم من الرضاع.